ولا لا ملي تم جاي تلقى لي بصغاريته والعلامات. الله ما كنتسنى من غادي يكون هابط للطاكسي ديالو غادي نمشي نهضر معاه نشرح ليه. كيفاش نشرح ليه؟ علاش تشرحي لي اختي؟ مالو كيجينا من الفاميله ما تشرحي لي ما يشرح لك. ما انا يوسف كنبغي انت راكي عارفه انا اللي غلطت انا اللي خبيت عليه النهار الاول ماشي على خدمتك ولكن كان خصني نقول ليه الحقيقه. وي حيل كنبغي علاش اختي غطلبي منه السماح؟ اش هاد السمال المقلوب هو اللي خصو يطلب منك السماحه ولا انت مالك طيحتي على راسك الدم؟ طلب منه السماحه ولا يطلب مني السماحه امي بحال بحال انا ويوسف ما بيناتناش هاد الحسابات. اجي هند هند يا ربي يا حبيبي تفرق بيننا وبينهم يا ربي حبيبي يا تنخرج صدقه للجامع. فين هو داك الشنكار؟ اه ما كيتحب راسك داخله الزريبه اش كاين؟ فين هو داك الشمكار ديال ولدك؟ جمعي فمك ما تقوليش على ولدي الشمكار. اختي ملي ما جاياش علمي مالي اختي نجي دقيت عليك قلت لك غنجي نخطب بنتك ما استمعها ما تناسب عما شيخه. لا لك وبنت سيدك وما تولدي ويعيش لك راضيه. وانت سيري ديري نفسك وبنتك وسيري جوجها بشي درابكي. بزاف عليك بزاف عليك وعارفه اش كتخرجي على فمك بنتي بزاف عليكم. مي من هادي؟ غتعيش وريه باغا مع من تعاطى هاد الصباح هذا. كي اللي وصلتي لها لهاد الحاله سمعتيها ولا تشرع علينا فمها؟ زيدي زيدي خرجي سيري في حالك لدار. سيري الصباطه وين خرجي ليا من داري. سمعاش كنقول لك لاخر مره قولي لولدك تفرق على بنتي لو الله ما يعجبو الحال. انا كنقول له غوتي خلعتيني هي انا عاد قلت لك